بعد لا شيء. فريق الرفاعي استطاع انه يسجل بالتعادل في الوقت بدل الضايع الشوط الاول، وفي الوقت في الدقيقه الرابعه الشوط الثاني سجل الثاني. دايو خطره وجول، الله سريع، كره توصل الى دايو. مباراه سريعه، مباراه سريعه بين الفريقين، فريق الرفاعي وفريق المالتيه، بيلعبها بينيه وامامي العلاوي. خطره هذه، خطره هذه، كره معاه بهيها لا دايو المره هذه يحاول ان يصل المره الثانيه. دايو اضاع اثمن الفرص في الدقيقه 14 لفريق المالتيه الشوط الثاني، كان ممكن يسجل بالتعادل دايو. سيدا مرت بسلام ومرت بامان على حارس المرمى سيد عباس جعفر حارس نادي الملكه، والانطلاقه لدايو لاعب متميز ومهاره رائعه. الى احمد يحاول كره عاليه الى الامام، رأسية تلعب بمحاولة خطيرة لمصلحة الرفاع الشرقي، هي في الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء. أخيرا يأتي الهدف الآن لمصلحة أوما سيه، ينطلق بكرة رائعة في الجانب 20 من زمن شوط المباراة الأول. لاحظ 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 الانطلاقة الرائعة من هذا اللاعب، مر الكرة وسلم كرة باتجاه المرمى مباشرة، الكرة تسكن في الشباك. إلى الأمام، العرضية داخل منطقة الجزاء، البحث عن لمسة، هي خطيرة لموسيه الثاني، خطيرة، ضاعت الفرصة الثمينة للرفاع الشرقي والإنقاذ من حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم. هي خلصها حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم، خلصها حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم، هي من أوموسيه، مرر كرة رائعة وبعد ذلك التسديد. طبعا بداية هذا الأسبوع، أسبوع الرابع عشر، كان هناك تعادل أيضا سلبي بين البحرين والأهلي، وطبعا عادل النعيمي، عادل حولها باتجاه أمساوي، أمساوي استلام، البحث عن التقدم وال عادت الى احمد حسان، يحول كرة عالية الى الامام، اللي بحث يحاول تبعد تعود مرة ثانية. عبد الله خالد هو اللي نزل الى ارضية الملعب، خطيرة الثاني لاحمد حسان منذ بداية الشوط الثاني، فعلا هو كان حاضر بشكل رائع. العرضية تأتي وبعد ذلك الرأس. دايو سد الكرة خطيرة الثانية، المباراة هو أيضا لا يتواجد داخل أرضية الملعب في هذه المباراة. كرة وصلت إلى الأمام، دايو عامل شغل كبير، دايو يبحث عن تقدم لعلاوي، سريعة عالية وصلت إلى دايو، فعلا لاعب لديه لمسات رائعة. جاسم محمد حول كرته لدايو، ماخذ له مكان، حول كره خلفيه للبري، حسن البري مره ثانيه الى مايكل في المنتصف، عادت لدايو مع مهري جواد يطلب الكره، بل هي لعمار، التمريره تاتي الايسر، محمد احمد يحول كره لمهري جواد، راسيه لدايو، تمريره ولمسه رائعه في فيما سنحت فرصه انفراديه لمهاجم المالكيه علي صالح، لم يحسن استثمارها امام المرمى ليبعدها مدافع في الدقيقه 52. اللقاء امام فريق الحالم بثلاث اهداف مقابل لا شيء، هجمه الان، خطره هذه ممكن تخلصها في الجول، جول جول، اذا المالكي يسجل اول اهداف المباراه، هو النيجيري، هو دايو، اذا تاتي لفارس الغربيه عن طريق المهاجم المحترف النيجيري اللاعب الاسمراني دايو. اذا الكلمه تاتي لصالح المالكي من متابعه جيده، تمركز يشوف الكره تهيئت الى اللاعب النيجيري صاحب مهاره ولياقه بدنيه عاليه، والكره معاه تتهيئ، يا سلام خطره في جول 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 جول، راحت والله راحت، راحت فرصه ثمينه على اللاعب دايو النيجيري، عامل ازعاج في الجهه اليمنى، رغم هذا اللاعب يلعب بالرجل اليسر، تمريره مثاليه وما في شيء، وجول ثاني الله راحت، ما زالت خطره في جول في جول، يا سلام يا حارس، حلوه برافو والله.
فريق المالتية حسين حلوة تمريرة أمامية فريق المالتية كرة معاد أخذمت عشار داوود بشوت الله داوود فريق المالتية دايو نص الملعب يعدي كرة مع مقطوعة منه وصفارة وخطأ لصالح عمار حسن حلوة ما أخذها عمار حسن عمار حسن بيلعب لدايو وهجمة فريق المالتية جول 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 دايو بيعكسه والمدار حسن عمار يا سلام يا عمار لاعب جت يمين الى دايو دايو بيتقدم جت يمين وهجمه الفريق المالتيه كره معاه بيحاول يدخل داخل 18 يارده عمار قويه حلوه 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 دايو بسويه جت اليمين شوف الاعاده دايو لما لعبها شوف دايو شوف دايو لعبها قويه وبيصدها حارس المرمى عبد الله سعد حارس مرمى فريق رأسية تلعب بمحاولة خطيرة لمصلحة رفاعة الشرقي هي في الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء